أقول الخلط واجب ومستحب وضروري بين العربية ولهجتنا. اللهم أكون أسمع طفلا مغربيا يخلط بين العربية الدارجة أو الفصحى وبين تريفيت أو تمازيغت أو تشلحيت أفضل بالنسبة لي وأشرف بالنسبة لي، وأقول أكثر مناعة بالنسبة للمستقبل من أن أسمع الطفل والطفلة ووالديه كذلك يخاطب بعضهم بعضا بالخلط بين العربية والفرنسية أو الخلط بين العربية والإسبانية. ونحن نفكر في التعليم وبرامج التعليم أن ندخل